ضربة اليوم يعني وطبيعة الأهداف التي استهدفتها، هنالك كلام بأن كانت هنالك مستودعات وقتلى بين الفصائل المسلحة المقربة من إيران. يعني بحسب اطلاعك مما جرى بالضبط، هل تعتقد بأن ممكن للأمر أن يتصاعد بعد هذه الضربة، أن تقوم هذه الفصائل مثلا بضرب القوات الأمريكية في سوريا وندخل في عملية مواجهة جديدة؟ هل ضربة اليوم كانت بدرجة ممكن أن نتوقع من إيران أن تفعل شيئا هنا؟ ربما ليس بمقدور إيران أن تقوم بالرد المباشر على الجانب الإسرائيلي، وهذا ما عهدناه في كامل التدخلات الإيرانية في الداخل السوري، لكن ربما قد تحرك بعض يعني الفصائل الموالية لها لاستهداف بعض المناطق الفارغة في الداخل السوري كنوع من ذر الرماد في العيون. ليس يعني لا العملية العسكرية التي ستجري أو الرد العسكري الذي سيجري من قبل تلك الفصائل لن يكون ذا تأثير كبير، وإنما تأثير قليل التأثير نظرا لأن هنالك مجموعة من التداعيات، فإيران غير قادرة على توجيه الضربة المباشرة للرد على الغارة الإسرائيلية، وإنما ستقوم باستهداف الفصائل أيضا موالية للولايات المتحدة. هنا أتحدث إما في منطقة التنف وإما المسرح الآخر وهو منطقة يعني قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على هذه المنطقة في الحسكة، وكذلك أيضا وصولا إلى محافظة الرقة، وكذلك أيضا الأطراف يعني هذه أطراف محافظة حلب التي تواجد فيها أيضا قوات أمريكية. هذه الرسائل التي من الممكن أن تحصل، أعتقد بأن الرسائل لا قيمة لها، وإنما هي فقط لذر الرماد في العيون، ولن تكون لها قيمة عسكرية حقيقية أو قيمة استراتيجية تغير من بعض المسارات أو لقواعد الاشتباك، وإنما سيكون هذا التصعيد فيما لو حصل ستكون الردود أكبر مما حصل من الضربة التي حصلت في السابق، وستلجأ إيران في هذه المرحلة بالذات إلى تخفيض عدد شحنات السلاح باتجاه الداخل السوري نظرا لعدم قدرتها على الرد على من سيستهدفها في حال وجود مخاطر أو لرصد تلك الأهداف. وأعتقد بأن السماء السورية باتت يعني مراقبة بشكل كبير من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، وليس بمقدور إيران حتى تهريب، يعني عندما نتحدث عن تهريب الطائرات المسيرة فالباصات التي يتم نقل عناصر الحرس الثوري الإيراني يتم رصدها بشكل دقيق، كذلك أيضا الضربات. إذا ما دخلنا في موضوع الضربات، فعندما يقوم إفراغ طائرة مهان أو طائرة شحن مهان التي تستخدمها إيران، طبعا هي طائرة مدنية تستخدمها لشحن الأسلحة، ومن ثم عمليا عندما تقوم بإفراغ تلك الحمولة لا تستهدف في داخل المطار، وإنما تنتظر حتى وصول تلك الأذرع التي أو الفصائل الموالية لها من أجل استلام تلك الشحنات، وعمليا عندما تتحرك تلك الفصائل من مقرها أو المقار الرئيسي التي كانت تتواجد فيها أو تتموضع فيها يتم استهدافها أثناء عملية خروجها من مطار دمشق باتجاه المناطق التي تتواجد فيها. وهنا أتحدث عن الضربة التي حصلت بوجه التحديد هي من منطقة الكسوة، أو هنالك انفجارات حصلت في منطقة الكسوة، كذلك أيضا هي بمحيط مقر الفرقة الأولى التي يتواجد فيها أيضا قيادات من الحرس الثوري الإيراني، وكذلك أيضا فيلق القدس، وهنالك تمثيل عسكري حقيقي يعني يتواجد أو موضع في الداخل المؤسسة العسكرية السورية، ولم يعد هنالك قرارا يعني سوريا بشكل عام، وإنما ما تقوم به هذه الفصائل بشكل خاص يعني في ضربات أو توجيه الضربات أو الردود الأفعال التي تجري من خلال استثمار الجهود السورية من خلال استخدام منظومات الدفاع الجوي والردود الإسرائيلية. فعمليا هذه الضربة التي حصلت كان هنالك رد من قبل الدفاعات الجوية السورية، وكان ردا كبيرا بحجم مسرح عمليات أكبر مما يتوقعه الجانب الإسرائيلي، لذلك كان الردود بشكل مباشر من خلال استخدام صواريخ دليلة من قبل الطائرات الإسرائيلية F-16 بشكل مباشر على مجموعة من الأهداف. وعلى الجانب الآخر النظام السوري لم يعلن أي تفاصيل دقيقة حول ماهية الخسائر التي حصلت، ولا يمكن أن يكون هنالك صواريخ يعني سقطت في الداخل السوري دون أن يكون هنالك يعني قتلى وجرحى من قبل الفصائل الموالية لإيران، سواء كانت من خلال الحرس الثوري الإيراني أو حتى من الفصائل حزب الله اللبناني التي تتواجد أيضا في هذه المنطقة. ربما سيكون هنالك تداعيات كبيرة فيما لو أعلنوا عن حجم تلك الخسائر، لذلك هنالك صمت ما بين الطرفين، لا إعلان عن الخسائر الحقيقية التي جرت في تلك الضربة.